بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وحنكبر الله بين آيات السديدات إلى آيات اللباطن أي تضواء سورة غافر ملائكة المؤمنين تؤد عين إيسي الذين كوا يحملون العرش عرشك حنبارسا ومقربين تلعيده إيا ومن كوا كلو حوله عرشك هريريسا ومكروبيين تيه يسبحون وينزيه ويتسبح سن متلبسين بحمد ربهم حمد رب قد يوم كل هان وكل دري ويؤمنون ويثمين به ويعبدون يوم بلغوا ذا إلا أول بمؤمنين بآين يؤمنون به الله يثمين يا ويعبدون ويستغفرون ويغفران طلبي للذين كوي آمنوا مؤمنوا بي ووحيده ربنا ربك يوم وسعت وقد واسع نقطة كل شيء شيء لا أرك كل رحمة ودم بيقود الرحمة دارا واسعة وبابين وعلما حق علما كل شيء واد أكتهي فاغفروا النافل الذين كوي تابوا طوبك آني واتبعوا الراعي سبيلك وضد هذه الراعي وقهم كإلالي عذاب الجحيم جحيم هذا عذاب كذا ربنا ربك يو أدخلهم قلي جنات عدن النقادق جنة يسقلي التي جنة وعدتهم أطوب اللنقادي إيجا إيوه ومن ضد صلاحه ونكسن مؤمنين او من ابائهم ابيوغودا وازواجهم حاسسكودا وذرياتهم عرورتودا انك ادغو انت ادغو العزيز كغالباتاي الحكيم او فلسن وقهم كالالي السيئات حمانت كالاليو دونك مركي جوغان الهو دنبيينا غلي حمانت كالي لغا الالي وعذابك وقهم كالالي السيئات حمانت ادونك حمانت كالالي اخرنا يين عذاب غلي ومن تقي السيئات حمان تكوات كإلالسي يومئذ مال تقيامها لجوه فقد رحمته وادون نحريستي وذلك النحريستاسنا هو النحريستاسي الفوز ليباوي العظيم عوي ملايك سيد دعاء يدي وحيد علي الله يوم واحد قال إساء مؤمنين كوة ودد عظم مري كإلال النار واحد قال إساء جنة اللي قلنا قانا يوم إذ أبا لنقادة يأتي رقفك إعابدة جنة لأسو قال إياه iyagii waman salaaxa waman salaaxadu waxay ku cadfantahay waxay ku cadfantahay kuwa horo aad xilhum humtaas ay ku cadfantahay waman salaaxa oo abayowgood iyo haasaskoodi duriyadoodi waxa leh ninku markuu jannada galo martaba sare garo abahay away hooyaday away wiilkaygii away caruurti away kaasoo loogu jawaabi darajadan aad gaadhay iyagu ma gaadin waana saalixin iyaga laftooda markaas uu leeyahay waxaan jecelahay Ilaahay oo inaan isku meel ku noolaan markaas loo dalacsiin oo xaq hore lagay Allah ayuu aziz baatay hakeema xumaanta ka ilaali bay yidheen malaa'ikatu mu'miniin xumaanta qofkaad ka ilaaliso maalinta qiyaamaha la joog waad u naxariisatay waana guul weyn day markii qiyaamaha inta la tago on amal dambo la qabani jirin Ilaahay jannada ku ogolaaday guulka weyn ma jirto rabbana rabbiga yow adkhilhum gali jannati adni nagaadiga jannadiisa gali mu'miniinta الله تي جندي وعدهم أدو بلنقادي أو تري قفكي مؤمن نقضى جنو قليا إياق إيا ومن ضد صلاح وناكسنا دي ومن آباهم آبا يوغودهم مؤمنين وأزواجهم هوين كوضع يودرياتهم عرور تضوي إنك أدوغ الله يو أنت أدوغ العزيز كغالباته وان عدنا كدب شقين كرين الحكيم أو فلسا شيء اللي مسيده كواب سيئه وقهم كإلالي السيئات حمانت كإلالي عذاب كإيا الرباطة يوحي عذاب قيني ومن تقي السيئات حمان تقفكات كإلاليسو يوميذ ما لنتا قيامها لتشوغو فقد رحمته وادون حريستي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز آيات داسي لمعنى الطاي وذلك جنة قليد داسي حمان كإلالي تاسي هو يسوي الفوز قول ويا العظيم أول مؤمنين توقفات ملائكة أدعين ملائكة أقولنا صاحبنا مؤمنين ملائكة أقولنا صاحبنا markii bilmetel walaalka oo gaayibo ka maqan aad u duceyso malagu wuxuu ku dhigi aamiin wala ka bimithli inta in leeg badadna leedahay innal ladina kuwa kafaru gaalobay yunaaduna waa loo dhawaaqay lamaqtu maxaa la dhihi lamaqtu laahi ilaahi aladiisa ya akbaru ka weyn min maqtikum aladina ilaahi aladu idin cadeysana marka diideen xaqqa ya aladina ka weyn anfusukum naftiina aad u cadeysantihiin maanta oo ciqaabtii markaad aragteen ciqaabtii naftiinu idin baday
عدد ما أنت نفسي لآدو قبطان تو الله إذين قبي مركا ديدين حق ياكوين إذ وقت تدعون اللي إذين كو يدي إلى الإيمان إيمانك اللي إذين كو يدي وفتكفرون أدقالوني مركي قيامها الله تبو والله دواقي وحالده ملايك تقول دواقي وحالده ما أنت نفسي عدد آدو قبطان نارت إذين قليسي نارت إذين حشوغان عددو الله إذين قبي بريقا دون كتوغتين إذ حق ديدين ياكوين ما أنت عرضة أهد نفتي نوع عريسانتي تؤال الذين عريسنا باكوي إن الذين كوا كفروا قالوا بي ينادون والله نواقي ومحال ديه لمقت الله ألا عرديس وإذين عريسنا يا أكبر كوين من مقتكم عردين أنفسكم نفتي نأدمانتوا عريسانتي إذ بو ألا إذين عرضة إذ وقت بو إذين عرضة تدعون الذين كوا يرى إلى الإيمان إيمانك الذين كوا يرى يو فتكفرون أدقالوا ذي قالوا حي ده هذا ما اختقال تاريه ربنا ربك يو أما التناواد نجيسي إثنيتين إلا بشير وحيي تناوادنا نوليس إثنتين إلا بشير فاعترفنا قرانا بذنوبنا ذنوب تجدي قرانا فهل إلى خروج بحدمة شرطة من سبيل وضع إن العلي مصورة قلبا ميلا مرمة شرطة وحي كوضان laba goor baad nadiisay mar waa markii aad aadamka aydeeno dhabarka aabihiin aad ku jirteen waa dhimasho marna waa markii dhimashadii caadiga ahayd aad dhimateen noloshuna waa marka ay dhasheen la abuurey iyo marka bacsiga la soo bixiyay marka waxay ka wadaan ogaanay inaad waxna dhisho waxna noolayso qudradaadii ogaanay dambiga yagiina qiranay wada loo maro oo dib aan ugu noqono ma jirtaa maxay tahay markaas adduunka digniinta inoogu timo قالوا waxay yiraahdeen qoladii naar sa lageeyay rabbana rabbiga yow ama tana waad nadiisay isnatayn laba jeer oo markii aslaabta aabahooday ku jireen dhimashay ahayn markii dhimashadii caadiga ah adduunka tageena dhimashay ahayn waxyay tana waadna noolaysay isnayn laba jeer oo abuurki horeedna abuurta iyo hadda bacsiga ah fa'tarafna qiranay bil dhunubina dhanbiyalka yagi qiranay فهل من سبيل ود مجلسة إلى خروج محتمال ما بحك الرسول قال متاهي ذلك عقابتها إذن هي ستبو ألا ليه بأنه بسبب أنه حالك يشان قوحها إذا دعي الله ألا مركي لعابد أيه وحده كالي كفرتم واديدين وألا كالي معابدين لا تلاهدين ويسرق هذه الله شريك يلو به الله وحك للا وذاجيا تؤمنوا وترميني سينو حق رالات كايدين مركة فالحكم حكم كل الله ألا وسقنا ذي مانتا اللي هي العلي سرية الكبيرة وين maalin walba de Allah hukumka iska leh maanta oo qiyaamada hukumka alaay adduunka marka la joogo dad fara badan baa de milkiyad sheegan milki loo ogol yahay inuu sheegto maalinta qiyaamada cid wax sheeganeysa ma jirto marka waxaa lagu yiri ciqaabtan aad gasheen waxaad ku mudateen markii Alla kaliya la caabudayo waad ka gaalooday idinku waad diidan anagu Alla kaliya caabudi mayna tilahdeen markii Alla wax kale lagu lamaaneeyana waad ku faraxdeen waad rumayso Alla hadda diintii xaq ahayd baati dhahdeen marka maanta Allah hukumka iska leh cid la wadaagtaa ma jirto isaga soo doona idin ku talin oo fursadina waa hore idin ka tagtay meel hada laga soo qabto maal dalikum ciqaabta idin haysataay biyanu xaal iyo shaani idaa duciya markii la caabudo Allahu alla wahdahu kalidi kafartum idin ku waad gaalowday way yu shalag hadii loo shariigeyo bihi alla loo shariigeyana tuuminu waad rumaysay shirkigi waad rumaysay oo aad qaadateen فالحكم حكم كل الله الله أسمنا ذي اللي هي العلي السري الكبير أوينا دقنين تلي نسيه وحوي وقت فرصة اللي هي لين بصوص عتاه أنت هاد أدونك شوك تكسي فايدش هو الله الذي الله هو يريكم إذن تسيي آياتي آياته وينزل الدجي لكم إذن من السماء السماء حق هذا رزقا رزق كسو الدجي ومدركا وما يذكر موان تومه إلا من ينيب توبة كانوا حق الله أسعد موية قف دقنه موانتهم فادعوا الله ألا بريا ألا عابدا مخلصين حالا ضبر حتى ليسان له ألا الدين عبادة ولو كره الكافرون قال ذهب النعاني وإذن كل علوباني عدنا هكو حق دورين إن ألا عابدا الله وحو إذن تسيبا ليلة آياته آياته وحوية السمضة إيا أرضضة إيا ضيحة إيا قمرك إيا بورها وحن آياتها كونك أولي مدرنا والدين سودة جمرك وحيكوك لبضحل آياده إذن تسيه دينتي وحطري آيادها سقادته
مدر كن بدن كوه حطريا ولقونا على أنايا لبضع بالله بعد سيجي مركا عدة وانتومي سواء عدة عقل قاله وعدة حقا لو تشد حق دونك أمبو وانتومي مركا سيد عذر سيد قال العبادة أوبر احترى قالوا له هذا يمكن عاد يعني عندنا حوجة أمر قادة إننا إن أتقال كل جي عبدوه هو الله الذي الله ويريكم إذن تسي آياته آياته سي سمدي أرضي وحن أرضنا أين وذهر تاجن يؤذن تسي وينزل لكم حيدين كسود جي من السماء سمد حق ذا فيزقا أو مدر بؤذن ككان قلكم إذن كبر وقومي ayada hal idin suusiya xagga diinta iyo wuxu taraya badalkuna xagga badanka iyo wuxu tari uma yadhakaru mawantumo illa man qafmo yunibu xaqdoonaha xagga alla u socdamo iyo cid kale oo waanada qaadan ma jiro ifad'ullaha alla aabuda mukhlisina idinku u badhaxtiin ilahu alla adina ibadad u badhaxtiin walaw kare halka fadhona gaaladu haba nacaan huwa alla rafi'u darajati درجوينكيسو كيسر ريان وي واسماديس اسماء الله كلها فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها درجدان هذا لا شيغيا واسماديس الله سبحانه وتعالى ذو العرش عرشه صاحبك يلقي الروح وحيغه وسو دجيا من امره اسغا مامولكيسا حكمكيسا على من يشاو قفك دون من عبادي سدا انبيادو كلي مخا قفكا لوغو سو دجين لينذير انو اوديغو يوم الطلاق maalinta kulankee la isu imanayo inuu ka digo yawma maalin way yoomkaasi hum dadku baarijuna ay banaan taageen yin wax asuraya jirin la yakhfa kama qarsoon calaallahi alla minhum dadka xagiisa shaawseena kama qarsoon allahu ulayhi rafi'u daraja rafi'u sifat alula sifoyd darajadan hadda la sheegayay wa asmaadihi kulli wa hasan wa fi'anihi way arshiga allahu saahibka cafsigu aad buu inooga fogyahay bil matal meeshan aan joognay carsiga 100,000 oo sano la soconaya 50,000 sano suuratu saala bilmetal ardhadii sabada waxay isu jiraan 500 sano sama waliba sadalka intaas ay u jirtaa carshigu intaas uu ka sii sareeya marka halkaas hal inaga maamula marka dul carshi waa sida macnaheed dul qirru xaminamfi waxyiga cid doono ku soo day minamfiidu waxa weeye min qadaahi wa hukmi isaga siduu doono wuxuu maamuli ruuxduna waa waxyiga hayl waa wax lagu noolaanay cid uu doono ku soo dejin sida anbiyaado kale sida rusulsho kale maxaa anbiyaada loogu soo dejin waxyiga yawma talaaq inay ka digaan maalinta kulanka waxaa kulmaya jinki iyo insigi baa kulmi iyo malaa'ikti Allah baa hata u soo baarisi dadka waxaa kulmaya dhalimki iyo madlumki waxaa kulmaya jannadi iyo naarti waa maalin wax walba ay kulmayaan wax ma kan jirin yawma talaaq waa maalinta dadku ay banaanka taagan yihiin oo wax asuraya iyo meel ay ku gaban midna jirin allana maalinta wax ka qarsoon ima jiro haddana wax ka qarsoon ima jiro allah subhanahu wa ta'ala allahur rafi'u darajat way darajooyinkiisu iyo sifadiisu kaysar raysa way dul arshi arshiga ka usaxiibka away yulqir ruuha wahyiga wuxuu ku soo dajiya min amri min ajli amri hukumkiisa darteed alama yashaw qofku doono min ibaadi adoomiisa kamida sida mursaleenta maxaa loogu soo dejin liyundira inuu u digo mursalkaasi yawma talaaqi kulanka maalintiisa wax waliba kulmayaan wax meesha ka maqnaanaya ma jiro yawma maalin weeyo hum dadku baarizuna ay banaan taagan yihiin soo banbaxayaan oo waxay ku gabanay meel harsanayaan midna jirin la yakhfa kama qarsoona calaallahi alla minhum iyaga xagooda sheegayna kama qarsoona wuxuu alla dhihi limanil mulku alyawma liman أحد كيف وصلنا هذا الملك تصرفك اليوم ما أنت؟ بركاسو قال له جوابي لله. الله وصلنا هذا اللي هي الواحد هي كليديها القهاري. قال يا وحيدهن ملائكتها جوابي بينهم. قال يا جوابت ملائكتها عليه بينهم. لله الواحد القهار. مذو البواعث الله مذوي. بركا الله سبحانه وتعالى أدون كبا. بلك جاي سجى إسكاله. لكن أدون كدت بدن وحشة جنب باشلة. ما لنت عيد وحشة جنب ما تشرت. قبي جاي دبعيد وحشة ما أنت ما تشرت. لمن أحد كيف وصلنا ذي الملك العاصية تصرف فيه مامله اليوم ما أنت للتاريخ لله الله وصلنا ذي بودي الله وجوابي اللي هي الوحيد إكليها القهار يوحو البحكومة يكاتها اليوم ما أنت اللي شو قيامه تجزا والله أبا المرن كل نفس النفس كل جد بما كسبت وحي شقي ستيب على أبا المرن لا ظلم ظلم مجرى اليوم ما إلا ظلمي وحقنا لهين لصاري أما حق ليه هل قد في مجرى
إن الله على سريع الحساب حسابتي سويت دقدقول كفير سسائيو دراسة الله سمايائيو حساب لا يسكن رفتي وحش ما جرى دقيقة الله وحده سبحانه وتعالى اليوم ما أنت نف والبوحي كسبت بالله قص يا الله أبا المريني ما حد هذا وهذا ثاب ما حد ألا أولي تجي وقت كان كل حسابته واحد ألا له ارتجي اليوم ما أنت تجاوى الله أبا المرين كل نفس النفس كل جد بما كسبت وحي شقي ستي لا ظلم الظلم ما جرى اليوم ما أنت قفنا حق وليه إلى قرب مرين ماي دم بيقول الله إن دش الله قص هاري ماي إن الله على سريع الحساب حسابتي سوى دقدق وما بعنا بارس يديوان دي بلوغن نقطة وما بعنا وأذيرهم دات كانوا قدق نبي الله محمد ويوم الأزيفة بالنت قيامة الأزيفة أسماء القيامة كم تها وحال الأزيفة لوجو به القربها ويدو ذهي كل آت قريب سعد إنه ماشى صافر سنة بري بري ما كده مرك يوم الأزيفة ومالت في الدويدة سوسعة وين قصوا سعتها أذيرهم قدق يوم الأزيفة مالنتي قيامها أقدك إذ وقت القلوب قلبيالكو لدى الحناتير دونتا أكتيدا أي جوغان كاذمين يقول نفق وطيسان وعلب خوصان ووضنهم مركو روحو عبسادا كور انتو قدوبنا يوهالكا اسكو قفين كور نوسو عن ماهي يهوسو نوسو عن ماهي نفتي باكو جوكساني مالد ظالمين ظالمين تا أمسوناني مالنتا أيضا من حميم صاحب أقرقانا ولا شفيع كوو ارغيه او يداع ليلي او الاقبال ان ما جرى مالنت واسوره واحد جايين لاركو لكن شفيع لا داعي هي مالنت ما جرى شفاعته waxay ku xidantahay in ruuxa loo shafaac qaadi kara li laga yahay ka shafaac qaadin Allah idin Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha uga dig nabiga sharafta lahu dadka uga dig waa maalinta qalbigu intu kor u kaco walka galayo neeftu ku joogsan kor iyo hoos midna u dagayn adoo markii la cabsado waa sida wadnuhu intu gariir uu kor u doodmi daalmiintu maalinta saaxiib male wuxuu argeyn ma jiro waadirum uga dig dadka yoomal azifati maalinta qiyaamaha ee dhaw id waqti maalintaas weeye alqulubu qalbiyalku ladal hanaajiri dhunta agteeda ay joogan halka xanjarada maalid daalmiina daalmiinta uma sugnaani maalinta min xamiimi saaxiib ولا شفيع كو ارغيان ومسكن يداع لا اقبل يعلم ان لو هو اغيهي خائنه العيون ايش مده خائنه ده اي وما تخفي صدور قلبك و هو قرينيا الله خائنه العيون وحاوي بالمثل نبا غبد بو ارك خير بو ويمنو غبد قرحسن و خبو كو ارك مركي دد كو دوريان و كسي جيتن مركي ان لغا جيتيدو اوغادو ايش سدا اوغو دار مركا في صدور و اغيهي waxaa laga yaabaa haduu fursad u helo inuu awradeeda xataa dalbo ya suragal qalbiga ay kaga jirto markuu ishiisi deehanan waay oo marbu sidaa u dhawr markuu dadka badan u saa u dhawri tii qalbiga wax ugu jirayna Allah ogo inuu xataa awradeeda arko raba gabadha waxaa kale ee isha khaaynada ay tahay dadka indhaha lagu xanta carabka indhaha ya sida lagu xanta waa il khaaynada way il Allah ishi noocaasi khaaynada way Allah ba ogo marka ka abaal marin qalbiga waxa ku jira oo xumaanana Allah uu ogyahay iyo wanaag ba يعلم ان له وحو اوغيهي خائنه العيون انها مده خائنه دا اي وها لو اوغولين ارغا كو حدا iyo waa tu fi sudur qalbigu waxay qarin oo laga yaabo meesha uu dhawraya haduu fursad u heli laa inuu hoos ugu siinaa dhici laa Ali ibn Abi Talib oo nabigu wuxuu ku yiri daymada mida hore adaal lagu qabsan maayo mudda hore isku soo tidaadaan dumarka lagu qabsan maayo tadambaha ku celin tadambaha waa dushaaday saaranta waa ciqaab muddo isku soo tiraahdaan waxa weeye taa waxba laga weydiin maayo laakiin tudambaha ku celin anagu meel qaxooti aan joogno hiiraan yaanu waxaanu soo jeedinay gabadhaweenku ha xijaabtaan nima wadaada ay yidhi xijaaban ma inoo sidaas oo kale noo diiday wadaad haweey oo dadkaanu dhex deganeynaa yidhi waradaan haweenka la xijaabin demidnaan iska soo saaraa buu dan haweenka la xijaabin midnaan iska soo saaraa buu shunti bay ahay haweenku waa inay xijaabtaan marka gurigooda markay joogan fasaluuna min waraa xijaab alle guriga lagu gali maayo dibadda markay soo baxaan waa inay xijaabkoodi ay qabaan oo mar sawirta ay xidhanina mar weyno jirkooda ka sareysa waa inay xidhaan way Allah wuxuu ogyahay ya'lamu khaynata al'ayni wa tukhfi as-sudur wallahu alla yaqdi wuxuu hukuma sidiisaba bil haqqi adli iyo labbu hukuma walladina kuwa yad'una i'abudayan min dunihi alla ghayrihi la yaqduna bi shay'in wa huwa mahkuman iyaga bay waajimaade in allah alle
هو الله السميع كمغلوي البصير وأركا وهو الب الله مغلو وهو البارك الله سبحانه وتعالى يعني وحلا صوبن دقي وحني عابد يعني حتى وحبو ترى مايا سلم كالك هتاجن الصبح جاي دش كسرين هدي دخسيك وكرنو إسقى علين كرم ماي دخسيك أكيا دخسيك إسقى ما علين كرم وحاسي هذا خير كدنيا عابد يعني الله وهو الب هو حكمه وهو الب الله هو حكمه والله ولا يقضي حكمه بالحق نب حكمه رن والذين كوا يدعون أي عابدين من دونه ألا غيرك لا يقضون ما حكم كران بشيء وحبب ما حكم كران إن الله ألا سبحانه وتعالى هو ألا السميع كمغلوية البصير وأركان أولا مسيره قل ذي قريش تاهد أبو شركين تاهد النبي قال لك وقتين يا الله نوني أولا يسيروا مياني سعني كواني في الأرض دول كدح ذي وفيندروا أين إيقن كيف سيدي كانوها عاقبة الذين كوي عدبتوا كانوا أهم قبل ميكوهري سيدا لوها لاغا ميانا عارك كانوا وحايا هيا كواهوري هم يو أشد كوا كاد أدق منهم كوان قوة الحق أود يو آثار في هذين تفل أدد ذلكر هذين بارقضال هذين نقطية بركدية لسم هذين نقط فأخذهم الله الله وقبتي بذنوبهم بسبب ذنوبهم بوقبتي وما كانوا أمانا سبنا اللهم إياق من الله ألا حق اسمه واقع وحكا إلى لي أمانا سبنا عربت واحد دقنايين جزيرة العرب waxa ku wareegsanaa dadkii hore la halaagay xaga Yemen iyo markay u soo kacaan qowm caad ba aha Iraq markay xagan u kacaan kale ee Shaab iyo dhinaca u kacaan Lut iyo ee Saliho agtooda ba aha isagu iyo Hijaz iyo Shaam u dhaxayay qowm Shuayb iyo qowm Nuux iyo wixii oo dhanba qabrigoodii iyo waxoodii wala wada arkay ay kulli wada arkayaan oo badii Lut qoomkiisii lagu halaagay iyadoo qulmoon bay hadda wali sidii u taala miyeyna sida ku taxsiqaadanaynino intay ku arkaan qoladii xaq diiday insa loo halaagayo may waay arignimo ku qaataan waay arignimo aad qaadan dhulka hada dhulkeena laftiisa hadaad marto wax badan ma ku kordho aqliga Allah wuxuu leeyahay awalam yasiiru miyaanay suunin fil ardi dhulka dhaxdiis oo fayalzuru aanay eegin kayfa siday ahatay aaqibatu ladina kayfa kana siday ahatay aaqibatu ladina ku cilibtoodii dambe kaanu aha min qabli iyaga ka horay oo aha cilibtoodii maxay noqotay كانوا وحي أهين هم كوا هراء أشد كوا أتعدق منهم كوا حق قوة الحق حق حوجة يو آثار في هذين تفي الأرض دول كل هذين دي قولي لقدر سيها دي بركل لقدر قديو دي لاق لقدر شيء فأخذهم الله الله قبطي بذنوبهم وحي سمين يلوج عن تكوين وحباء مطارين ألا دم يقول مقامات وما كان الله ممسكنا من الله ألا حق سمين واقع وحكا إلى لي ذلك عقاب تاسم حيتاي ذلك عقاب تاسي بأنهم بسبب أنهم يجوا كانت وحي هي تأتيهم تأتم على رسولهم رسوله بالبينات حجوين عدعد فكفروا ويقالوا بين فأخذهم الله الله قبطي إنه ألا قوي كحوق بدن ويسديد العقاب عقاب تيسو أدكتاه لمن كان لها لاقي هوريه فرها بدن عيدا كبدا محايم متايسين رسوله دي بيديني إذن كنا هدات رسول كان ديدان والد العقاب markaw madaha hore markay rasuulka diidan waa la halaagi jiray intii nabi muuse ka dambeeyay jihad baa la sharciyay laakiin meeshii halaaga waxa imanaya jirro iyo daacuun iyo abaar iyo colaad iyo soo dhimaatay iyo nolol aan fiicnayn yaa ilaahay ugu bedelaya umadaha hore markii la halaagay umadaha balaaydaas lagu saliday hada wax corona virus la yiraahdo la isku salidayo khayaali ah oo gaalada intii lagu soo dajiyay yey fidiyeen markaas dadkii sida caadiga u dhimanayay baa leeyahay corona virus baa dilay wali anigu ma aragnin yiri nin cudurkaas hayaan arkay oo dul taagay wali anigu ma arag Allah wuxuu leeyahay dalika ciqaabtaas baannahum bisabab annahum iyaga ahantooday weeyeen kaanad ay ahay taatiimta u timaada rasuulum rasuushoodu bil bayinaati xujooyin cad cad u leeyimaadaan fa kafaru way gaalobeen fa akhadahum Allah Allah qabtay innahu alla qawiyyun ku xooga badan weeyeen شديد العقاب عقابتي سوء أدكتها ولقد أرسلنا موسى الله وحليه ولقد أرسلنا وان دكري موسى موسى بآياتنا آياتها يجب أن الله دكري كوية تبنك أي قرآن كل شيء إيه وصلان الحجة مبين نوعد إلى فرعون فرعون بان أدكري إيه وهامان هامان وزير كيسية إيه وقارون ونك كبن إسرائيل أوحوا لبدنا فقالوا وحيلا صدح ذي النبا هذا ساحر ساحر وينكنو كذاب أو بنالا أبيدين أو بنالين هما وحوها وسيركي فرعون فرعون بقر كراقب دبوها
قبض مصر قف كاسوها هما نوسير كذا يا هما نبني لي صرح الله علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاضل عليهم وبرسر وين أنت هذا يدسهم أن إله موسى وشيخ سواء هيك سدا سويد قارون وحواها هي بن إسرائيل بهاي مركب بدل الصوت الله يحول بدل سيور إله كي يمركب ليجود تعالى شقي استحوله أنا شقي سعيل مكيم كذا نخانا ما كان نبي الله موسى وحيابه بدل وقيسه قبل بوكيري قبل هاي العك تقاضوه أنت هالشركة كتير هذا موسى وحييد وإلما هنقدر نلاقيه قبل دي سيدي بيتري إلى خير بو بيجا دو قد جايو موسى إلهي ما كود داريه مسداسا من نكاسة العقسي هو بنت بيتري هل كيف كتبه بكت قارون أن نكاسة يلي وأكيد مك يسقيه خسفنا به وبداره الأرض دول كلا لجوي أو دول كلا لجوي ولقد أرسلنا وان دير موسى موسى بآياتنا آياته بالله دير هاي قرآن كله شيء يو سلطان الحجة مبين نعدهم قرصاني إلى فرعون فرعون بان أدير هاي يو هامان هامان وزير كيسية يو قارون قارون فقالوا حيدا هذا ننكني ساحر بين الله ويكذاب وبين الله ساحر ساحر ويكذاب وبين الله بين ساسينا انتو دي ساسا يسكر راعين عجيب هذا ساحر كذاب بين فرعون هدي مركي ويلكي قريسة كسو كرو النبي بانا إخراع له وحو الدربة وهنددوا عبسي باكو بارت نبي الله موسى حبي يتعيل بالهوية يالهوية سورة الله وكي شيء تعيل بالهوية عدي أرى كتابه ويتعلان مركا فرعون عبسي با الله كو بارت فرعون كي إنو ويلكي قريسة كسو كرو إنو هريك الدلاه يا لدو ذا يولا وريك هو ساحر بين الله فلما جاءه مركو نمن كان يمد بالحق حق مركو موسى اليم جاء دفاع الكاد هو موسى فلما جاءه موسى مركو نمن كان يمد بالحق اليم من عندنا حق يجا اوغليم قالوا حيد اهدين اقتلوا دلا ابناء الذين كوي عرورتودا امنوا مؤمنوا معه مع موسى وصحيوا باقي يلا نساءهم دمركودا وما كيد الكافرين قال دغرتهد ماها الا في الضلال بلاش موي باش هو حوي امر كان هو امر ذنبه waagi hore wuxuu reer banu Israa'iil u leeynayay faaliya ku yidhi wiil qolada ka dhalan doona xukunkaaga ridi doona Muusa ha soo raadinay waagi hore u leeynayay iyo qoladanu inayna la dheere noqonno yareeyo u leeynay saasu u leeynay ilaa haduu wiil baxo dad badan buu yeelanay marka sidoo u leeynayay ba waxa lagu la taliyay wada reer banu Israa'iil hadda sidan u gasho way baba ayaane sideed yeeli sanadna waan deyn buu yidhi sanadna waa la leeyin buu marka sanadkii la deynayeen la gowracayeen uu Haaruun dhashay sanadkii la gowracayeen Muusa dhashay suuratul qasas waa kii qisadeeda aynu ku soo maray sidii sanduuqii lagu riday meeshii la geeyay markan waa amar dambe marka hore ujeedadu waxa ahayd wiilka bixi doona inuu la dagaalamo markan ujeedadu waxa weeye ninkan yaan dad badan raacintaad qabiilkiisa cadaadiso isaga abbaasaysan waa ka yidhaan war intaad nootimid intii kale dhib baan nahayse waa keenay war sabr waa keelaha ay yidhaahdeen markan dambe wuxuu uga jeedaa intuu iyaga dhibo inay isaga nacaan yuu uga jeedaa falama jaahu muusa markuu fircoon iyo dadkiisii u la yimid bil xaqi xaqi min indina xaqi ay kala yimid qaalu waxay yidhaahdeen uqtulu dila abnaa alladina kuwi wiilashooda aamanu mu'minoobay oo macahu maca muusa wasaxyu baaqi yeelo oo daaya nisaahu dumarkooda wamaa kaydul kaafiriina gaalada dhagarteeda iyo khiyaanadeedu ma aha ilaa fi dalal bilaash mooyo waxba qaban mayso وقال فرعون فرعون وحولي ذروني إداية أقتل أن دلو موسى موسى وليدعو ربه ربك هبر يه إني أنا أخافه وحان كبقي أن يبدل إنو بدلو هدان دايو دينكم دينتين دينتنا ليستان أن أنو إدكوه قامنا أو يظهر أو ظاهري في الأرض الفساد الظاهري وحو إسكاد يا وحل أرارينا كمدع عبسي وآيسا مالك وحل أرارينا ورشوك للي هو إسكاد يا هو سهام بي وحويي هذا warin kale de hadda disho dadkii baa ila wad ceebobiyo dadkii baa inuu xujadi ka helay u qaadanay ninkan ka joog markaasuu dadka wuxuu tusaaleynayaa inuu dili lahaayay dadku ay ka hor joogan markaasuu la wadiidaaya ninkan dili ilaahu sheegay habariyay waxaan ka baqibuuri inuu diinta idin ka bedelo maamulaha halka laga sameeyo fircoon kaana muhaddira ama mundira fircoon wuxuu noqday waacid buu noqday dadka u digay uu noqday waa meesha fircoon baa waacid iska bedelay wuxuu leeyahay war ninkan aan ka yaabin diinta idin ka bedelay ama fasaad inagu keenay wadiidaaya aan dilay buu leeyahay
وقال فرعون فرعون حويني ذروني إداي أقتل أندلو موسى موسى أندله وليدع ربه ربك هبر يأه هدو وحطر يربك شيقي إداي إني أنا أخاف وحان كبقيا أن يبدل إنو بدل دينكم دينتين دينتو يسوكوه قامي وي أو أن يظهر إنو ظاهري أو موتي في الأرض دولك الفساد وقال موسى موسى وحجري والله شيق موسى إنو وهنجبي فرعون وحجري موسى إن أنا عدت وحان مغن قلي بربي أنا قال ربي قي وربكم ذكر بي اسكن ربي بان هاي من كل متكبر ككبراني أكله كاس ولا يؤمن أن رمين بيوم الحساب حسابته يوم كنسير فرعون وكلي بربي وربكم وحولي هاي إنو نفرعون ربي قوضا هاي أنا قال ربي قي ربي قينا اسكن ربي بان هاي فرعون ربي ذين ما هوي فرعون ربي مرنا ما إنا دهين إله بيد هني ربي قوى دقالي وكا وحسي وأرزاقه مركا مرنا بوا ربي ما إنا دهين وحي إله دين وإله وعابديان مركا لكن ربي إنو ناهين وحبت ترين ويوجيهين وقال موسى موسى وحوري إني أنا عذت وحان مجنجلي بربي ربي جي وربكم ربي جين أو اسكم مدة من كل متكبر وكوكي برسن كل جي ولا يؤمن أن رمين بيوم الحساب حسابته يوم كذا أن رمين سيدة فرعون وقال والله سبحانه وتعالى